أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ألهم أرجل يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها يمشون بها يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون اليوم نختف على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
والسابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالسابقات فالسابقات سبقا يوم يقوم الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس يوم يقوم الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين وما أظن الساعة قائمة 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 وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة أو تركتموها قائمة أو تركتموها قائمة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وامرأته قائمة وامرأته قائمة وامرأته قائمة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وهي تجري بهم وهي تجري بهم وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم وهي تجري وهي تجري بهم في موج كالجبال وسخر الشمس والقمر كل يجري كل يجري كل يجري لأجل مسمى كل يجري كل يجري لأجل مسمى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري 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 في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار تجري بأعيننا تجري بأعيننا تجري بأعيننا تجري تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره تجري بأمره تجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قادر يا مقتدر يا قوي يا عزيز يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا محيي يا مميت يا كاشف الضر يا مجيب الدعاء نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفي عبدك وأن تشفي أمتك من كل ما أثقل رجليه ويديه
من كل ما أثقل رجليه ويديه، اللهم اشفهم من الجلطات، اللهم اشفهم من الجلطات ومن الشلل، ومن الشلل ومن ضعف الأعصاب، ومن ضعف الأعصاب ومن ضعف القوة. اللهم حل رب من سحر بسحر الشلل، اللهم حل رب من سحر بسحر الشلل، اللهم ابطل كل ربط وحل كل عقدة شلل، وحل كل عقدة شلل، وحل كل عقدة شلل. اللهم اشف كل مشلول، اللهم اشف كل مشلول بسبب عين أو حسد، بسبب عين أو حسد أصابه. اللهم اذهب كل عين وحسد، اللهم اذهب كل عين وحسد أقعد من أصيب في سرعته، في سرعته، في سرعته وقوته، وقوته، وقوته ورياضته، ورياضته، ورياضته وجريه، 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 ومن أصيبت في حركتها في بيتها، في بيتها ونشاطها، ونشاطها، ونشاطها في تدبير شؤونها وشؤون أبنائها وزوجها وخدمة ضيفها وخدمة ضيوفها. اللهم ابطل ما أصابهم من تعجب من نظروا، من تعجب من نظروا، من تعجب من نظروا ووصفوا وتكلموا. اللهم احرق كل شيطان مارد مس الأجساد في أرجلها، وكل مس عاشق سكنها وشل أطرافها، وكل مس عاشق سكنها وشل أطرافها ليمنعها من زواجها أو دراستها، ليمنعها من زواجها، من زواجها أو دراستها، أو دراستها أو صلاتها، أو صلاتها. اللهم اهلك كل مس شيطاني أصابهم بشلل سحر أو حسد، أصابهم بشلل سحر أو حسد، بشلل سحر أو حسد أو انتقام، أو انتقام، أو انتقام. اللهم اشفهم من أثر الجلطات، اللهم اشفهم من أثر الجلطات وارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط، واشفهم من الوهن في العضلات، واشفهم من الوهن في العضلات ومن الروماتيزم، ومن الروماتيزم، ومن الروماتيزم، ومن الروماتويد، ومن الروماتويد، ومن الروماتويد، ومن التصلب بأنواعه، ومن التصلب بأنواعه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وبالإجابة جدير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.